سنرى في المستقبل إذا لم يتحقق تقدم على مستوى حل سياسي حقيقي ووقف القتل سيكون هناك تسلسل. سقطت شرعيتكم، وأنا أدعو جميع المعارضة إلى ترتيب أوراقها واجتماع لكافة أطراف المعارضة، والمجلس الوطني لم يمثل إلا نفسه. مجلس الآن يصرح على الحوار والسياسة مع من؟ أنت تتكلم وجالس في باريس وهؤلاء جالسين تحت النار؟ يعني شيخنا نقلت رويتر، والله لو كان فيكم جزء من الديمقراطية، لا أقول من الإيمان ولا أقول من الضمير ولا الوجدان، لو كان فعلا تؤمنون بالديمقراطية لتركت مشيت. لكن هو ماذا يفعل؟ صوروا على الوقاحة والقباحة. يقول إذا ما قالوا لهم نجري انتخابات قال أنا أستقيل. في جهنم كنت أن تستقيل، نريد من يمثل. المهم سقطت أبدا، والله لو أنكم تمكثون شهور سقطت مصداقيتكم. يعاد تشكيل المعارضة ويتم ذلك بالانتخاب، لا بالوشوشات ولا بالدسائس ولا بالتكتلات. نعم. وشيخنا أمس تحديدا نقلت رويترز عن غليون تحديدا قوله أن دول عديدة تعهدت بتقديم السلاح ولكن نرغب الآن بحل سياسي. هذا نقلا عنه، وهذا ورد على الذين يقولون يعني لو طلب غليون سيأتي. أنا أعتذر، أنا تذكرت حاجة، استغفر الله العظيم، تذكرت حاجة. نعم. هو كل يوم بيقول شكل فعلا عادل، فأحيانا بيكون سكران وأحيانا بيكون صاحي والسلام. فأنا أعتذر، والله أنا أعتذر منك. شوف على الملأ، أعتذر منك لأنه ما بيقول كلامك إلا واحد سكران. لما بتصحى شوي بتقول كلام، أما هذه فأنا أعتذر لك. طيب. وأستغفر الله وأرجو تحب كتابية أنا أعتذر. لكن كيف بدك تعتذر من النساء؟ كيف حتعتذر من النساء؟ أسقطوك، والله لو كان فيك جزء من الوطنية تقول، واللافتات كلها في سوريا تسقطك، والله قرنوك ببشار، والله كنتم سببا في إطالة المدة، لأنه كلهم يقولون انظروا إلى معارضتكم وإلى مجلسكم لا يطلبون ولا يقدمون بار. نعم. طيب وأنتم تعلمون يا أيها الشعب المبارك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أني من أول لحظة خاصمت المجلس لأجل مطالبكم، وكتبت لهم وقدمت مطالبكم ورفعتم راياتكم بتأييد هذه المطالب، ولكن كان لا حياة لمن تنادي، كأنك تتكلم مع حجر. ولو كان قد قدر الله عز وجل أن يجند هذا الجيش وأن لم يكن ما كان، فلذلك أنا أرى وأعيش هذه المأساة. ولكن للأسف الشديد هؤلاء الذين قدموا حزبياتهم وقدموا مناصبهم ورئاساتهم وفنادقهم قدموها على هذه الدماء. كان الواجب على المجلس الوطني من أول يوم أن يكتب هذه المطالب، ولو رفض من رفض، لكن لعنة الله على السياسة إذا خالفت الدين، لعنة الله على الدبلوماسية إذا خالفت مطالب الشعب. حتى الآن يقول نريد الحل السياسي. ما شاء الله، أي حل سياسي؟ يعني بصراحة يريدون 4-5 وزارات والسلام على هذه الدماء. خشئت والله لن نقف حتى نسقط هذا النظام
ونسقط من يدافع عنه ومن يطلب الحوار عنه. أحوار بعد كرم الزيتون أم حوار بعد دير بعلبة أم حوار بعد حمدية؟ الآن القصف في حما ولا يحرك ساكن، ولا يحرك ساكن ولا يتحرك أصلا. أم حوار مع كفر بعد كفر عويد بعد تلك المجازر التي حصلت في إدلب والتي حصلت في ريف دمشق وفي غيرها من المجازر التي لا يمكن أن تصدق.